إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، مع كتاب جديد من كتب ابن أبي الدنيا، نعيش في هذه الأمسية إن شاء الله مع كتاب مكارم الأخلاق. وقد قال الله عز وجل في وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فإذا من أصول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى حسن الخلق، وبالتالي ينبغي لنا أن نقف عند مكارم الأخلاق وعند حسن الخلق وقفة تعيننا إن شاء الله على تطبيقها وعلى الاتصاف بالأخلاق الحسنة. وكان من ابن أبي الدنيا أن كتب هذا الكتاب، وهذا الكتاب سوف نقف عنده في مجالس، لأنه قسم الأخلاق إلى فصول، وليس كباقي مؤلفاته السابقة حيث كان يفرد الموضوع بمؤلف، لا، هنا ذكر الأخلاق مبوبة ومفردة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الاتصاف بالخلق الحسن.